إنا لله وإنا إليه راجعون. مات أبو الكل، مات حبيب الجميع، مات هذا العملاق، ماشي حرام في سيدي ربي الكريم. حسبه أنه ترك ذخائر وتحف فنية ستظل شاهدة على تاريخ وقلم وإخراج وفكر وإبداع الحاج محمد حسن الجندي. اللهم تعالى يا ربي ترزقه فسيح الجنان، واللهم يا ربي يا كريم جعله يجتاز الصراط المستقيم كوميض البرق كأولئك الذين كانت تقضى على أيديهم حوائج الناس. فأنا أعرف الناس بهذا التوضيح وبهذا العملاق وبهذا الفنان أنه كان يسعى لإسعاد الناس. فاللهم يا ربي ما تنزكيوش على سيد ربي، ولكن سيظل اسمه منقوشا في أفئدتنا وفي أفئدة الأجيال القادمة. فقد والحمد لله أن هذا الثورة الإعلامية من شأنها أن يظل مخلدا مثل هكذا قيمة ومثل هكذا فنان، ألا وهو أبوك وأبي وأب المغاربة الحاج محمد حسن الجندي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.